قالت لي هتسأليها دلوقتي وما تاكليهاش تاني. سفلة يعني. ما قالتليش برضه هتعمل امتى. هو ايه ده؟ سفلة يا جماعه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده عظمة حضرتك. طب والعظمة ايه اللي جابها في حتة زي دي؟ اللي جابها في حتة لا سؤال حلو. ايوه اه وانا مدرسة طب ما بتعرفش تشرح. لا سؤال حلو. أيوة. العظمة ايه اللي جابه هنا؟ الحته دي ما بيطلعش فيها عظم. جالها منين؟ مش بهزر والله من جنب بهزر. تخيل عليا قولي العظم ده جه منين. كانت حامل في الرابع والدكتور كحتها بالعظم العيل بالعظم. فهمت بقى؟ ما عندهمش ضمير عشان هي غلبانه. دكاتره ربنا وقعها فيا. دكاتره عندهم يعني عشان هي غلبانه. أيوة. وبنت حلال انا عارفه. يجي ربنا موقعها فين؟ مفيش اكتر من كده بقى. ايوه يعني انا اقول لك يعني مفيش حد محظوظ. طيب. محظوظ الحظ ده بقى. أيوة. يا هنا انت كويسه ها.